عايزين ناخد بقى فيديو ها تاني برضو الكابتن ابراهيم، لان الفيديو ده بقى هنا هختلف معاه. اللي فات ده انا ما اختلفتش الا اختلاف بسيط كده، كنت بقوله كنت اتمنى زي ما عملت كده تعمل كده، لكن تعالى بقى نشوف الفيديو اللي جاي ده ونشوف الحقيقه فين. مديحه طبعا طلعها، التحام بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. بص الراجل بيقع ازاي، ده 2-2 وفي الدقيقه 91 وشويه. قفشه بيروح للراجل، وهتسمع نسكت ونسمع نسكت ونسمع. طب نسكت ونسمع نشوف قال ايه. تبدا بالله والله ما تبدا بالله والله ما تبدا بالله والله ما تبدا بالله تبدا بالله والله العظيم ما تاخد والله العظيم ما تاخد النقطه. طيب تفسيره والله العظيم ما هتاخدوا نقطة. أو تصدق بالله ما قفش قال كده للعيب اللي واقع، أو مش هتاخد غير رزقك. هو يعني إبراهيم، لا قفش بقى قال إيه يعني، ما تكلمونيش وأنا بتكلم النبي لأن بيتلخبطوني. اللي اتقال مش هتاخدوا نقطة على لسان الكابتن ابراهيم، ان قفشه قال كده. طب هو قفشه قال ايه؟ قفشه قال ايه؟ عايزين نعرف قفشه قال ايه؟ قفشه قال تصدق محدش او مش هتاخد غير رزقك، يعني هتقع هتقوم هتضيع وقت مش هتاخد غير رزقك، مش هتاخد نقطة. الفارق كبير جدا بين المعنيين. المعنى الأول في عدوانية واستفزاز للعيب وقع في الأرض، والمعنى الثاني بيقول له مش هينفع تضيع الوقت ده، مش هتاخد غير رزقك. أعتقد الفرق كبير جدا. طب إحنا ليه بنفسر بالنيابة كلام الناس بالنيابة عنها؟ طب ما نجيب كلامها هي. هو ده مأخذي على هذا الكلام.